عايز ابتدي معاك بفترة التوقف. ازاي جوزيه جوماز يقدر يستفيد اقصى استفادة ممكنة؟ كنا بنتكلم على جزئية تصحيح الاوضاع وترتيب الاوراق. في الاول انا برحب بك يا ابو حميد، وطبعا الساده المشاهدين، وبحييك على الشياكه اللي انت فيها دايما متالق ربنا يعزك. ومش مخللنا حاجه عارفين نلبسها من بعدك يعني. طبعا الجوميز انا مش شايف ان هو عنده اخطاء اللي هو بيقدر نتكلم فيها يعني، لكن هي الفكره كلها هو بيدور دايما على البديل يا ابو حميد. هو عنده نواقص كتيره في اماكن كتيره، هي دي اللي دايما شغله دماغه انه ازاي يعني يسد الاحتياجات بتاعت الفرقه بالامكانيات اللي موجوده. هي دي اكثر حاجه. انت عندك مشكله كبيره جدا، غياب الظاهرين، ما عندكش اصلا اي بدلاء ليهم. بتشوف ناداي اللي هو المفروض الوينج بتاعك بيلعب باك، وبتشوف نيمار في بعض الاوقات، وبتشوف عمر جابر الباك رايت بيروح يلعب باك ليفت، والسرد باك بيروح يلعب باك. صحيح. فهي دي هو مش قصه اخطاء، هي قصه كلها موضوع نواقص. هو عاوز يكمل النواقص بتاعته. هو لو عنده البدلاء صدقني انت هتشوف في تيم الزمالك موضوع تاني، مش هتلاقي فيه تقريبا الاخطاء، لان الاخطاء بتقل قوي من فتره من بعد ما جوميز جه. شايف دايما الزمالك لقدام، فيه يمكن الدوري يمكن ماشي على خطوه وبيسيب خطوه يعني زي ما بيقولوا كده، لكن هو مش ملوش ذنب في الموضوع، لان هو في عنده ايشو في الموجود دلوقتي بسبب النواقص وكتر الغيابات، وعنده طبعا اصابات كبيره طب ما جدا تيجي دلوقتي. نتكلم في الحلول. يعني انت دلوقتي عندك الجبهة اليسرى في ظل إصابة فتوح، بتشوف ايه ابرز البدائل والحلول؟ وهل عينين جوماز الثاقبة دايما تقدر تخليه يفكر في حلول من قطاع ناشئين؟ والله انت خدتها من على بقي يعني. انا كنت الافكار اللي انا بفكر فيها وانت بتسالني السؤال، ان يلعب ماتشات وديه وخصوصا مع فرقه 18 و20 سنه اللي هي موجوده في القطاع، لان دي هيبدا يتفرج عليها ويبدا يشوف يمكن يلاقي حد كويس يبدا يعوض الغياب ده وياخد فرصه. وممكن يعني زي ما فتوح خد فرصه من ناشئين نادي الزمالك وعمر جابر ولاعيبه كتير تالقت اول ما خدت الفرصه ومسكت فيها بايديها واسنانها، فليه لا؟ زي مثلا سيف جعفر موجود برضو من ابناء النادي، وعندك كان لعيبه كتير وحسام عبد المجيد كله اول ما خد الفرصه مسك فيها، فليه مثلا ما نعملش حاجه زي كده؟ وخصوصا ان انت عندك كمان الماركت مقفول، اللي هو انت مش هتعرف تجيب اي انتدابات تبدا تقفل الاحتياجات بتاعتك. فانا شايف ان دي من وجهه نظره، وبرافو عليك بصراحه، قرايه جميله جدا منك للموقف يعني. فانا شايف ان دي احسن الحلول واقواها يعني. جوزيه جوميز هو الابن الشرعي لجيزوالدو فيريرا، واول ما جه نادي الزمالك جيزوالدو فيريرا كان ليه تصريح هام جدا على السوشيال ميديا، قال لك كل الدعم لجوزيه جوميز، وهو على يقين تام ان الراجل ده قدراته التدريبيه والفنيه والقياديه اكثر من ممتازه. هل على غرار جيزوالدو فيريرا ممكن نشوف جوزيه جوميز بيعمل فرق من الناشئين؟ بص، هي دي عاوزه بصراحه قلب ميت يعني. فيريرا من كتر الخبره والحاجات دي قلبه كان ميت قوي يعني. ممكن تلاقي واحد طلع مره واحده وبيلعب ماتش مهم جدا، عنده حتى ناس كتيره سابت الفرقه، بتلاقي مره واحده بيطلع لك لاعب وبيركبه ويلعب في المكان ده ويكسر لك الدنيا. فجوميز احنا لسه ما شفناش. ممكن لو عمل بقى الموضوع ده ويمشي على نفس الخطة بتاع فيريرا، ممكن تلاقي طبعا يكسر الدنيا. وده اللي انا متوقع ان هو بيفكر فيه، لان ما فيش اي حلول تاني بديلة يعني هو جرب كل الحلول البديلة يعني. نضاي فشل كل الفشل ان هو يلعب في المكان يعني، ما ده، توفقش. نيمار برضو ما توفقش، وعلى فكرة كلهم لعيبة جيدة هو ولعيبة لعيب ممتاز كبار بس بس في مش مكانه، حتته. مش صحيح. حتته يعني. انا برضو لو جينا دوسنا قوي قرصنا على زيزو وجيت قلت له العب مكان عمر جابر، مش هيقدر، مع ان هو زيزو بامكانياته الخارقة يعني. انا بس يا احمد ضد الهدم، يعني ضد ان انا اهدم في واحد، لا انا اذكر الايجابيات بتاعته في حتته في منطقته، والسلبيات نقول ان هو مش موفق فيها او هو عنده مشكله في الحته دي ما فيهاش اي مشكله خالص، ولكن احنا دلوقتي في فتره دعم الفريق وفتره بناء، وان شاء الله القادم افضل.